شعار اليوم التوعوي الذي نظمته وزارة الصحة للحجاج بمشاركة العديد من إدارات وأقسام التابعة لها، وقد تخلل اليوم التوعوي تقديم فحوصات طبية وتوزيع كتيبات الحج بالإضافة إلى توفير تطعيمات للحجاج. لتقديم نصائح توعوية حول طرق الوقاية من الأمراض المعدية خلال موسم الحج وإرشادات تثقيفية قبل موسم الحج، وخاصة لكبار السن والمرضى المصابين بالأمراض المزمنة، نظمت وزارة الصحة يوما توعويا تحت شعار نحو حج آمن بمشاركة العديد من إدارات وأقسام وزارة الصحة في مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ما شايفين انتم الاكتيفيتي الموجودة فيها فحص للسكر والضغط والطول والوزن، موجودين معنا بمشاركة الجهات، كل جهات وإدارات أقسام الصحة، التغذية واستدلال التدخين، العلاج الطبيعي، إدارة التمريض. لا شك أن هذا التعاون هو طوال العام من التنسيق والاجتماعات والوقوف على آخر المستجدات وآخر ما توصل إليه الرعاية الصحية لكي يتم تقديم هذه الرعاية لموظفينا وحجاجنا وإداريين الحملات وأصحاب الحملات وغيرهم من الحجاج. جرعة صحية مكثفة قدمت في هذا اليوم للحجاج كأخذ التطعيمات الإلزامية بالإضافة إلى تواصلهم مع الفرق الطبية عند حدوث أي عارض صحي وغيرها من التعليمات. أثناء الحج طبعا يلتزم بالراحة التامة، ما يجهد نفسه زيادة، يشرب سوائل قد ما يقدر، يمتنع عن الوقت اللي يكون فيه يعني زحمة، يحاول يلبس الملابس الخفيفة عشان يتقي ضربات الشمس، يستخدم المظلة، يشرب الماي، نحرص على الماي. الجانب التغذوي المتوازن والسليم يلعب دورا أساسيا للحفاظ على صحة الحجاج لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. يعني مثلا ياخذون من اكلات المطاعم اللي تكون مثلا الاكشاك الغير معقمه او مكشوفه مو نظيفه، هذه تعرض اكثر عرضه للامراض اكيد. مثلا ضربات الشمس ممكن تعرضون للجفاف مثلا لانه حر تدرين، فلازم يكثرون من شرب الماء. يبتعدون عن الحلويات او السكريات او الاشياء الدهنيه الدسمه راح تتعبهم اثناء اداء المناسك، فبالعكس احنا ننصحهم باكل الخفيف اللي يساعدهم على تقويه جسمهم في اداء هذه المناسك ما يشعرون في التعب. تلمس الحجاج جهود وزارة الصحة وسعيها الدائم لتقديم قوالب توعوية صحية مختلفة لهم في كافة المسارات التثقيفية قبل وأثناء وبعد موسم الحج. طبعا أكيد أن هذا لا شك أن لها أثر كبير على الحاج ومعرفة الجوانب الصحية وما يتعلق في صحته والتطعيمات اللي يجب أن يأخذها مثلا والأشياء الكثيرة التي يجب أن يتبعها صحيا عن طريق فريق متخصص وزارة الصحة. حزمة توعوية وتثقيفية صحية للحجاج أطلقت في هذا اللقاء التنويري والتي ترجمت مدى اهتمام والتزام الحجاج بالاشتراطات الصحية المبنية على توصيات منظمة الصحة العالمية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.